أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن إطلاق مهرجان المؤسسة للروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي سيقام في الفترة بين 9 و 14 من فبراير الجاري. ويأتي المهرجان في إطار حرص المؤسسة على زيادة الوعي الثقافي وإيجاد البيئة المناسبة وتسخير كافة الإمكانات لنشر العلوم والمعارف في المجتمع. أصبحنا الآن نعيش ما يسمى بعصر الثورة الصناعية الرابعة، والتي تتميز ليس بالكمبيوتر والمعلومات، ولكن تتميز بذكاء الأجهزة التي بدأنا نستخدمها، وتطور هائل لهذا الذكاء يتسارع أسيا، بحيث أن جهاز الهاتف الذكي الذي لدي هذا يعادل كل الكمبيوترات اللي كانت موجودة بجامعة كاليفورنيا جميعها عشرات الأضعاف قبل 40 أو 50 سنة عندما درس. ونفس الشيء يحصل بعد 10 سنوات، هذا الجهاز سيصبح عديم الفائدة. هناك أجهزة تدخل ذكية، تدخل التطبيق ليس فقط كهاردوير كجهاز، وإنما كسوفتوير، كتطبيقات موجودة داخل الجهاز، سواء طبية سواء صناعية سواء تعليمية. وشكل الجهاز سيختلف، لا أدري هل هذا الجهاز سيكون جهاز محمول أم جهاز معلق أم جهاز داخل جسم الإنسان. لماذا تم اختيار الروبوتات والذكاء الاصطناعي كمهرجان تدعم المؤسسة؟ احنا نعتقد ان دائما هدف المؤسسة، اهداف المؤسسة الاستراتيجية، وهذا واحد منها، يرتكز على 3 مكونات وعناصر رئيسية ومهمة جدا: عنصر تثقيفي، وعنصر توعوي، وعنصر ترفيهي. لان الفكرة هو استهداف الجيل الناشئ. تفضل دكتور عدنان قال يجب ان ندخل أفكار جديدة لمتخذ القرار والمناهج علشان تتبنى تخصصات ومهارات جديدة. هذه ربما على وقتي ربما لن تتم، ولكن احنا نطمح ان يتم النظر او الى أهمية مثل اتخاذ المبادئ والأفكار الجديدة التي تمثل التطورات والتطبيقات المذهلة كما نراها الآن. أعتقد أن من المهم أن نستهدف الجيل الشاب.